النهارده عندنا مجموعة من الأحداث والفقرات إن شاء الله اللي تهم حضراتكم. خلينا نبتدي على طول بالأحداث اللي حصلت امبارح، وأبرزها حضور سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي والسيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية، فعاليات حفل تكريم المرأة المصرية والأم المثالية، وإصدار قرار بالعفو الرئاسي عن الغرامات. بالفعل القرار ده لقى صدى واسع وكبير جدا. امبارح ايضا رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي عقد اجتماع لبحث زياده حجم صادرات الملابس الجاهزه الى مختلف الاسواق. القوات المسلحه ايضا نظمت عدد من الزيارات لامهات الشهداء بمناسبه الاحتفالات بعيد الام. مجموعة من الأخبار المهمة اللي حصلت امبارح، أبرزها حضور سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي والسيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية، فعاليات حفل تكريم المرأة المصرية والأم المثالية. يأتي حرص سيادة الرئيس على حضور الحفل كل عام تقديراً لدور المرأة المصرية وتأكيداً على احترام المرأة المصرية اللي بتناضل في كل ميادين الحياة. وامبارح وبمناسبة احتفالات يوم المرأة المصرية وعيد الأم، أصدر سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار بالعفو الرئاسي عن الغارمات، بحيث يتم الإفراج عن جميع الغارمات والغارمين ممن يقضون عقوبات بمراكز الإصلاح والتأهيل، ليلتئم شمل الأسر قبل حلول شهر رمضان الكريم. وامبارح عبرت السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية عن سعادتها بحضور حفل تكريم الأم المثالية المصرية 2023، وقالت: سعدت بوجودي بالنماذج نسائية ملهمة استطاعت أن تقهر المستحيل والظروف للعبور بأسرتها إلى بر الأمان. وأضافت عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وقالت: تحية اعتزاز مني لكل امرأة مصرية هي السند والعون لأبنائها وأسرتها، وكل عام وكل أمهاتنا بخير وسلام. وامبارح عقد دكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اجتماع لبحث سبل تعظيم حجم الصادرات من صناعة الملابس الجاهزة إلى مختلف الأسواق، ومناقشة مقترحات برنامج رد الأعباء التصديرية الجديد. وقال رئيس الوزراء في مستهل اللقاء إن هذا الاجتماع يأتي في إطار سلسلة اجتماعات ولقاءات بيتم عقدها مع رجال الصناعة وكبار المصدرين في العديد من المجالات لبحث سبل التعظيم من حجم الصادرات من مختلف منتجاتهم إلى الأسواق العالمية. وامبارح التقى دكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء مع رودولف كلوتشر عضو مجلس إدارة شركة بي اس اتش للأجهزة المنزلية، إحدى الشركات التابعة لشركة بوش الألمانية. وأكد دكتور مدبولي أنه داعم بشكل دائم للشركة منذ أعلنت عن نيتها إنشاء مصنع لها للأجهزة المنزلية في مصر، وقال: كنت أتابع بنفسي جميع الإجراءات الخاصة بالمشروع وسبل حل أي معوقات خاصة بها. وامبارح شهد دكتور مصطفى مدبولي مراسم توقيع اتفاقية المساهمين بين هيئة قناة السويس من جانب، وكل من مجموعة شركات في اليونانية المالكة لشركة أنتي بوليوشن، ورجل الأعمال المصري اليوناني أريك آدم من جانب آخر، لإنشاء شركة أنتي بوليوشن إيجيبت، شركة مساهمة جديدة بتقدم خدمة جمع المخلفات الصلبة والسائلة. وامبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك إن القوات المسلحة نظمت عدد من الزيارات لأمهات الشهداء في محافظات الجمهورية المختلفة بصحبة عدد من الفنانين، وده بمناسبة عيد الأم، وقدمت لهم هدايا القيادة العامة للقوات المسلحة ونقلت تحيات سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة عيد الأم. وامبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك ختام فعاليات التدريب المصري الأمريكي اللي نفذته عناصر من قوات المظلات SOFO2 المشترك والصاعقة والوحدات الخاصة البحرية المصرية مع عناصر من القوات الخاصة الأمريكية، واللي استمر لعدة أيام بمصر. تضمنت الفعاليات التدريب على اقتحام بؤرة إرهابية داخل مدينة سكنية وتحرير الرهائن والقبض على العناصر الإرهابية، وكمان إجراءات مجابهة العبوات الناسفة المرتجلة وتنفيذ رمايات نمطية وغير نمطية والإسعافات الأولية لدواعي إنقاذ الحياة.